بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من آمن به واتبع هداه إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. لازلنا في سلسلة دروس الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. هذا هو الفيديو الخامس عشر أو التسجيل الخامس عشر، الفيديو الخامس عشر من سلسلة دروس الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. قبل أن أشرع في الفيديو بارك الله فيكم، حتى نواصل في هذه القناة وحتى نواصل في هذه الدروس وحتى نواصل في هذه النصائح، بارك الله فيكم. لمن يشاهد الفيديو أول مرة، الرجاء منكم الاشتراك في القناة. كيفية الاشتراك؟ توجد كلمة أبوني مكتوبة بالأحمر أسفل الفيديو، اضغط على كلمة أبوني مكتوبة بالأحمر، بعد ذلك يطلع لك الجرس، اضغط على الجرس حتى عندما نضع فيديو يصلك إشعارات مباشرة إلى الهاتف، بارك الله فيكم. كذلك المشتركين من قبل، الرجاء التعليق ووضع جامل الإعجاب للفيديوهات، بارك الله فيكم. قبل أن أبدأ كذلك عندي ملاحظة ولا توجيه لأساتذة السنة الخامسة ابتدائي. سألت أحد الأصدقاء في السنة الخامسة، قال لي أنه دار درس الاستقامية ودار درس علاقات حسابية ودار درس حساب الأطوال ودار الإدماج في يومين وراح يدير درس الموالي تاع الرياضيات. بارك الله فيكم، لا تسرعوا في إلغاء الدروس، عندكم كامل الوقت وعندكم كامل الزمن، خذ كامل الوقت الذي يتطلبه الدرس وقدم مؤخر كما تشاء حسب مصلحة وحسب ما يقتضيه التلميذ. لذلك لا تسرعوا في الدروس، عندكم كامل الوقت وعندكم كامل الاختيار. كثير من الأساتذة لم يسرعوا بخوف أنهم يكونوا متأخر وبخوف أن يكمل البرنامج، ما زال الفصل الثاني وما زال الأكل بعد جانفي لأيام طويلة. لذلك لا تسرعوا في إلقاء الدروس، وقلت لكم الأفضل أن يكون الإدماج في أسبوع كامل بالاشتراك مع الرياضيات، دير أسبوع كامل للإدماج بالاشتراك مع الرياضيات، هذا هو الأفضل. مادام أن الدروس مازال ما دروس متسلسلة والدروس فهمها مترتب على الدروس الأولى هذه. لا علينا، درسنا إن شاء الله عز وجل هذا اليوم سنتحدث حول الاستقامية وطول قطعة مستقيمة. كان من أولى أن نديروا هذا الدرس قبل العلاقات الحسابية، احنا قدمنا العلاقات الحسابية ثم رجعنا إلى الاستقامية. مما لاحظت في الدروس تاع الجيل الثاني سنة خمسة أنهم دايرين كامل الدروس على أساس أن التلميذ عنده لمحة ولا درس هذا الأمور من قبل. لذلك لابد للأستاذ والمعلم عند إلقاء الدرس لابد له من تمهيد ومقدمة ومراجعة المكتسبات السابقة ومهد جيدا للدرس، لأنه دروس وضعت على أساس أن التلاميذ عندهم نظرة ولمحة سابقة، مثل ما رأينا في درس المضاعفات ودرس العلاقات الحسابية ومثل ما سنراه في الاستقامية. درس الاستقامية لاحظنا قبل أن نبدأ فيه لابد الأستاذ أن يمهد بأشياء ويوضح أشياء مهمة للتلاميذ. أول شيء نتعرف على المستقيم. لاحظ معي، المستقيم هو عبارة عن نقاط، لاحظ معي، مجموعة من النقاط الغير المتناهية المتصلة فيما بينها، لاحظ، المتصلة فيما بينها على استقامة واحدة، لاحظ. راح نرسم مستقيم أو نرسمه هنا وحده أفضل. لاحظ، المستقيم هو عبارة عن مجموعة من النقاط الغير المنتهية على استقامة واحدة، لاحظ. هذا المستقيم الذي رسمناه هو نفسه هذا، نقاط كثيرة متصلة فيما بعضها على استقامة واحدة غير متناهية. نجم نزيد منها، نجم نزيد منها ونجم نزيد منها في كلا الجانبين. لاحظ معي، نجم نزيد منه نجم نزيد منه نجم نزيد 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 إلى آخره ومن نزيد إلى آخره. مهم، المستقيم غير محدود من كلا الجانبين، المستقيم المستقيم
مجموعة من النقاط. على النقاط مجموعة من النقاط الغير منتهية. الغير المنتهية على استقامة واحدة. على استقامة واحدة. المستقيم مجموعة من النقاط الغير المنتهية على استقامة واحدة غير محدودة طرفي. غير محدود الطرفين. سنواصل بعد إتمام. طيب، قلنا أن المستقيم هو عبارة مجموعة من النقاط الغير المنتهية على استقامة واحدة غير محدود الطرفين، بمعنى أن المستقيم لا يكون محدود الطرفين، نجم نزيد منه ونجم نزيد منه إلى ما لا نهاية، هذا هو المستقيم. مستقيم خصائص تبعه غير محدود الطرفين وعلى استقامة واحدة مجموعة من النقاط، صح؟ نجم نسموه بحرف واحد، احنا كنا سابقا نسموه المستقيم المستقيم أ مثلا، وأ توضع بين قوسين، نجم نسموه المستقيم أ، لاحظ معي، كما نجم نسموه بحرفين كذلك أ ب، المستقيم المستقيم أ ب، كذلك بين قوسين، سواء كان حرف واحد ولا حرفين، المهم بين قوسين. مستقيم أ نجم نسموه بحرف واحد ونجم نسموه بحرفين، المستقيم أ ب، هذا المستقيم. طيب مثلا إذا كان عندنا مستقيم، لاحظ معي، مثلا عندنا المستقيم سموه بحرف واحد كما قلنا احنا سابقا، المستقيم ك، المستقيم ك، لاحظ قلنا هو مجموعة من النقاط الغير المنتهية، غير معلومة وغير محددة هذه النقاط، لكنها كاينة مجموعة من، نقوم بتعيين نقطة واحدة، لاحظ عينوا هنا نقطة، النقطة مثلا أو، لاحظ معي، معناه يولي هذا المستقيم منا محدود، راه محدود، احنا قلنا غير محدود الطرفين يكون مستقيم، إذا حد المستقيم عينت فيه نقطة وأصبح محدود يتغير، يولي في هذه الحالة هنا مثلا يولي نصف مستقيم، لاحظ معي، يصبح نصف مستقيم، نصف مستقيم. ما هو النصف المستقيم؟ هو مستقيم، هو كان أصلا مستقيم، هو مستقيم حد، حد أحد طرفيه، أحد أي أصبح محدود من إحدى الطرفين، إذا حد إما اليمين إما اليسار. هنا مثلا راه عندنا اثنين نصف مستقيم، عندنا نصف المستقيم او ك، وعندنا نصف المستقيم او مثلا نسموه هنا نديروا له حرف اخر منا، نديروا له حرف اخر مثلا، المستقيم الاول كان ك ا ك، لما عيننا نقطة عليه أصبح عندنا اثنين نصف مستقيم، نصف المستقيم الأول أو ك، والنصف المستقيم الثاني هو أو أ، معناه نصف المستقيم هو عبارة عن مستقيم كان أصله مستقيم حد أحد طرفيه، صح؟ نصف المستقيم نكتبوه نبدأ بالجهة المحدودة أو، ما نروحوا للجهة الثانية ك، كذلك أو أ. لاحظ، أو، طيب، في المستقيم
هنا نستعمل القوسين سواء كان حرف واحد أو حرفين. أما في نص المستقيم نستعمل عارضتين أو معكوفتين. لاحظ جهة مغلقة هي المحدودة منها ومنها يبقى مفتوح لأنه ما حددناش منها يبقى مفتوح. كذلك أو أ منها مغلق محدود ومنها مفتوح. نصف المستقيم أو كا ونصف المستقيم أو أ، هذا هو نصف المستقيم. طيب روحوا الأمر آخر، إذا عيننا على هذا المستقيم نقطتين مثلا، معناه حديناه، هنا حديناه من جانب واحد، هنا راح نحدوه من جانبين، درناه نقطتين، هنا نقطة وهنا نقطة، سميناها أ والنقطة سي. لاحظ الآن يتغير، في الأول كان مستقيم، لما حديناه من جانب واحد ولا نصف مستقيم، لما نحدوه من جانبين يولي قطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة. ما هي القطعة المستقيمة؟ هي مستقيم كان أصله مستقيم محدود من كلا الجانبين، من كلا الجانبين. جيد، منا محدود ومنا محدود، هذا قطعة مستقيمة. كيف نكتبوا قطعة مستقيمة؟ نكتبوها سي أ ولا نكتبوها أ سي كيما نحبوا، لأنه راهي محدودة من كلا الجانبين، لكن نضع المعكوفتين أو العارضتين من كلا الجانبين. هنا درنا غير واحدة، لا، لأنه محدود من جانب واحد، درناها غير من جانب محدود، فن أو. أو كا ولا أو، هنا محدود من كلا الجانبين، نديرو معكوفة من ولا عارضة من وعارضة من، والحروف ما يهمناش، نبداو بالأول ولا بالثاني، بخلاف نصف المستقيم، نبداو بالجهة المحدودة المغلقة، أو كا ولا أو. المستقيم نديروه بين قوسين. نصف المستقيم نديرو عارضة ولا معكوفة واحدة، والقطعة المستقيمة نديرو معكوفتين اثنين. كما قلنا أن المستقيم إما سموه بحرف واحد إما بحرفين، المهم يكون بين قوسين. نصف مستقيم نجعل عارضة أو معكوفة واحدة من جانب واحد من الجانب المغلق. أما قطعة مستقيمة فنجعل معكوفتين أو عارضتين من كلا الجانبين. هذه عبارة عن مقدمة أو انطلاقة للدخول إلى الدرس. طيب الآن نفرض أنه عندنا مجموعة من النقاط. لاحظ عندنا مجموعة من النقاط، 1 2 3 4 5 6 7 8 8، يطلب منك التحقق من استقامة مجموعة من النقاط. كيف يتحقق التلميذ أو المتعلم من استقامة مجموعة من النقاط اللي هي مستقيم؟ بعض التلاميذ يتسرع بالعين فقط، بالعين مجرد يقول لك هذه وهذه ولا هذه على استقامة واحدة، وهذا خطأ. لاحظ مثلا هذا 2 ماهمش على استقامة واحدة، لذلك للتحقق من استقامة مجموعة من النقاط لابد أن يستعمل التلميذ المسطرة، حافة المسطرة أو المسطرة أو الكوس، مسطرة أو الكوس. للتحقق من استقامة مجموعة من النقاط يستعمل التلميذ المسطرة أو الكوس، لاحظ معي، ويربط بين النقاط. لاحظ حتى تقع على استقامة واحدة، مثلا هذا
إذا لا بد من المسطرة لنتأكد من استقامة مجموعة من النقاط نستعمل المسطرة أو حافة المسطرة حتى نتأكد من وجود نقاط على استقامة واحدة نستعمل المسطرة. جيد، الآن لاحظ معي الأمر الثاني والأمر الموالي. عندنا قطعتان مستقيمتان، مش مستقيم، قطعتان مستقيمتان. لاحظ قطعتان مستقيمتان محدودتان AB وهذه CK. حبينا نتأكدوا من طول أنه القطعتان متقالستان أو عندهم نفس الطول، متساويتان في الطول. لاحظ خمسة. الشيء المهم اللي تنبه عليه الأستاذ التلاميذ أنه عند وضع مسطرة لقياس طول شيء لابد أن نضع الصفر، لأنه أحيانا تكون كاين هذه الزيادة في المسطرة هنا، نحسبه من الصفر ولا نديروها من هنا ونشوفوا آخر شيء مثلا هكذا آخر شيء، لكن الأفضل نحسبه من الصفر بيكون بالضبط نضع الصفر. أحيانا الصفر ما يديروش في الطرف، يديروا خلوه شوية، إنه ينبه الأستاذ التلاميذ أنه يحسب من الصفر. طيب لنتأكد من تساوي طول قطعتين مستقيمتين نستعمل المسطرة كما استعمل. نقول القطعتان المستقيمتان متقايستان عندهم نفس الطول، أو نقول طول القطعتان المستقيمتين متساوي لأن الطول يكون بالأرقام، لذلك نقول الطول متساوي أو القطعتان متقايستان. يصح أن نقول القطعتان متقايستان أو نقول طول القطعتان المستقيمتان متساوي، طول القطعة هذه يساوي طول القطعة هذه، متساويتان في الطول، أو نقول متقايستان. للتأكد من التقايس وطول القطعة نستعمل المسطرة، ونبهنا أن نضع الصفر عند حافة. كذلك يمكن التأكد من التقايس بين قطعتين مستقيمتين أو طول قطعتين مستقيمتين، يمكن أن نستعمل المدور. لاحظ أول خطوة نستعمل المدور من الرجلين، شدوه من الرجلين. لاحظ نضع الرجل الأولى هنا عند حافة القطعة، ونضع الرأس الثاني عند قطعة ثانية. لاحظ بعد ذلك جيبوا القطعة الثانية، ها عندهم نفس الطول المهم للتأكد من طول قطعتين أو التقايس بين قطعتين يمكن أن نستعين بالمدور. عندما لقياس الطول باش نفتحوه ونديروا الطول، نشدوه منا من الرجلين، وباش نرسمه ولا نأكدوا الرسم نشدوه من الرأس المدور هنا.
هكذا النصب. إذا نكتب هنا نستعمل المسطرة أو المدوار. المدوار. المهم الغاية من هذا الدرس، درس الاستقامية وطول قطعة مستقيمة، أولا أن نتعرف على المستقيم، هو مجموعة من النقاط، يتعرف على القطعة المستقيمة، يتعرف على نصف المستقيم، يتعرف أنه للتأكد من استقامية مجموعة من النقاط نستعمل المسطرة، للتأكد من استقامية مجموعة من النقاط. كذلك يتعرف أنه للتأكد من التقايس بين قطعتين مستقيمتين أو أن طول قطعتين مستقيمتين متساوي نستعمل إما المسطرة وإما المدور. هذا هو الغاية من الدرس. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بهذا الدرس وأن ينال عجبكم. في الأخير بارك الله فيكم، الرجاء منكم الاشتراك في القناة بالضغط على أبوني وبعدها الضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات. لمن له سؤال أو استفسار أو تعقيب أو أي شيء فليتركوا لنا في التعليقات. سأترك لكم فيديوهات أخرى لدروس الرياضيات في أعلى الفيديو، فيديو عن اليمين وفيديو عن اليسار في الرياضيات. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.